وما زلنا مع حضراتكم مستمرين في الفقرة الطبية. معانا دلوقتي طبعا كرواسون وبسكويت وسفيحة لحم، يعني دي أبيض، سعرات كتير، حاجات كتير قوي بصراحة، وكلها حاجات بنحبها، وطبعا محدش يقدر يقاومها، خصوصا لو معاها كوباية شاي بلبن أو حاجة ساقعة، يعني لزوم الشيء. فإزاي ممكن أتعامل مع كل ده وإحنا عاملين دايت أو ماشيين على نظام صحي؟ ده غير أننا بنسمع أن ممكن نخس من غير حرمان. طيب إزاي بقى من غير حرمان وإحنا قدامنا كل الحاجات دي؟ طيب ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني، دكتور سالي فيكتور، خبيرة التغذية العلاجية لدى شركة On Target Farm. أهلا بيكي يا دكتور. أهلا بيكي. إحنا طبعا الدكتور نفسها دائت، أنا مش هقدر أقول بقى حاجة. ده حقيقي. ده حقيقي، يعني هو كلامنا بقى مش هينفع بعد الأكل الجميل ده. حبيبتي تسلمي لي. أنا طبعا تسلم إيدي. ميرسي لوجودك معايا، مشرفاني النهارده. ربنا يخليكي. ميرسي. وطبعا الموضوع جميل، ولأنه كتير مننا فعلا بجد بيبقى نفسه او مشكلته الرئيسيه في انه لما بيعمل دايت او يعمل نظام غذائي، في قصه انه يتحرم من حاجات كتير او يلتزم بنظام محدد يمشي عليه. فاحنا بقى عايزين نعرف هنحل المشكله دي النهارده ازاي يا دكتور. هو الاكل الصحي انا يعني اهم حاجه انا بعملها ان انا انظم اكلي وان انا انظم الكميات اللي باكلها. لان مثلا في حاجه ناس كتيره ما تعرفهاش، ان انا لما باكل اكل صحي واكل هيلثي ومعمول بطريقه صحيه، بس لو انا خدت الاكل ده بشكل زياده عن اللي جسمي محتاجه واكلت بكتير، برضو ده بالنسبه لجسمي حاجه مش صحيه. طبعاً. لان انا برضو هخزن الدهون دي في جسمي. يعني مثلا في الحالتين احنا لازم نمشي بمقدار وكميه معينه. بالظبط بالظبط. يعني مثلا ابسط مثال الشوفان. الشوفان حاجه معروفه جدا في الدايت وكلنا بنحبها وبناكلها وبنفطر بيها، بس في ناس بتاخد الشوفان، بتاكل الشوفان علشان تخس، وفي ناس بتاخده عشان تتخن. صحيح. فهي الفرق في الكميات وطريقه ان انا باكله ازاي. مثلا مثال تاني مشهور جدا اللي هو العسل الابيض. يعني كلنا بنحب العسل الابيض وكلنا بنستخدمه كبديل للسكر. بس برضو العسل الابيض فيه نسبه سعرات حراريه عاليه جدا. طبعاً. فانا جسمي في اليوم محتاج معلقه واحده صغيره من العسل النحل. فانا لما اخد في اليوم يعني 3 او 4 معالق عسل نحل بقى مع كل مشروب، ويا سلام لو كان عسل اسود وشويه طحينه، وعسل اسود بقى وطحينه في الفطار مع فطير مشلتت كده، خلاص الدنيا باظت خالص. باظت خالص. فبرضو انا جسمي محتاج نسبه معينه من السعرات الحراريه حتى من السكر. فانا طبعا الاكل الصحي بيعتمد معايا على انا هاكل مقدار قد ايه، والاكل دوت فيه كميه سعرات حراريه قد ايه. يعني كمان يا جماعه الاكل الصحي اللي احنا بنعمله طريقه صحيه محتاج مننا كم محدد. كويس قوي. بالظبط. لان اكل الصحي برضو محتاج مننا كميات. يعني مثلا برضو كمثال تاني احنا دايما بنستخدمه زيت الزيتون. زيت الزيتون ده عباره عن دهون صحيه هايل وممتاز جدا للجسم، بس الدهون دي انا جسمي محتاج نسبه معينه من الدهون في اليوم. لما انا بستخدم زيت الزيتون بشكل كتير في السلطه وفي الاكل وفي الفطار وفي الغداء وكل الكلام ده، ده بيخلي نسبه دهون زياده داخله لجسمي، فانا برضو بخزن دهون، يعني برضو هتتحول لدهون ضاره في الجسم وتتخزن، فده بعد يعني على المدى الطويل هتعمل لي مشاكل، زي مثلا هتزود الكوليسترول الضار في الجسم، بعد كده هتدخلني بقى في مشاكل زي مشاكل القلب وتصلب الشرايين وكل المشاكل انا مش محتاجه يعني اوصل لها. فمثلا النهارده الكرواسون العظيم بتاع حضرتك ده عباره عن دقيق ابيض. تمام. انا الكرواسون انا ما ينفعش مثلا اخده كوجبه رئيسيه في اليوم، كسناك في اليوم. ده ممكن ادخله في وجبه رئيسيه من الوجبتين او التلات وجبات بتوعي، واضيف معاه طبق سلطه كبير، يبقى في الفطار مثلا او العشاء او في العشاء. بس يعني احنا بنفضل يكون الفطار في بدايه اليوم، علشان ما يكون العشاء ده يعني محتاج تكون الاكل يعني اخف شويه. فاحنا بنقول الكرواسون لو انت خلاص يعني نفسك فيه ونفسك رايحه له، خلاص اوكي ما عندناش مشكله يكون الكرواسون ومعاه طبق سلطه كبير. حلو. تمام. احنا كمان ممكن نستخدم حاجه، ان احنا قبل وجبه الغداء بساعه او ساعتين نستخدم الياف السيليا. الاناسيليا. الياف اخده البتاع. اتفضلي بقى وريها لنا يا دكتور بعد اذنك. الياف الاناسيليا. تمام. هي عباره عن الياف طبيعيه. تمام. بتمتص الميه،
بتديني احساس ان انا شبعان او بتلعب على احساس الشبع في الجسم. فانا باخد يعني ساشت واحد او كيس من الاناسيليوم. هو ده اكياس، عدد الاكياس قد ايه يا دكتور؟ احنا عندنا 2 باكتس. تمام، في باكت في 30 كيس. كل يوم كيس على مدار الشهر، وكمان في باكت صغنن 15 كيس، يعني لو نص الشهر، لو مثلا عايزه تجرب نص الشهر بعد كده يعني تكمل الكورس اخر او مثلا بتزود عن معدل الشهر بتاعها، بتاخد مثلا مرتين في اليوم، او مثلا عايزه تزود عدد المرات اللي تاخد فيها الاناسيليوم، ولا هو محدد مره واحده؟ ممكن كمان يتاخد مرتين في اليوم، يعني مره او قبل وجبه الغداء ومره قبل وجبه العشاء. انا اقصد الناس اللي عندها شراهه شويه يا دكتور. بالظبط، يعني هي حسب بقى انا بظبط اكلي ازاي. يعني مثلا انا اكتر اكل، اكتر وجبه باكل فيها هي وجبه الغداء، خلاص انا هاخد بقى يعني اناسيليوم قبل وجبه الغداء. انا وجبه الغداء ويعني معلش بزق شويه للعشاء عشان انا بحب اتعشى كويس، فخلاص هاخد قبل الغداء وقبل العشاء. وقبل العشاء فممكن نستخدم لحد مرتين في اليوم. حلو. الياف الاناسيليوم هو ساشيت على كوبايه ميه، وبعديها اساسي جدا لازم اخد كوبايتين ميه، اشرب بعدها ميه، اشرب بعدها كوبايتين ميه. ده هيديني احساس بالشبع، لان الياف الاناسيليوم هي الياف بتمتص الميه اللي انا شربتها ديت، فهتعمل زي بالكينج في المعده، او هتملى معدتي، هتملى حوالي تلتين المعده، فده بيديني احساس ان انا شبعان. فطبعا ده هيجبرني بحد كبير ان انا خلاص، انا حتى قدامي وجبه كبيره انا مش هاكلها كلها، او يعني هاكل على قد السعرات الحراريه بتاعتي في الوجبه دي. كويس. فده هيلزمني يعني، يعني حاجه مساعده للناس اللي عايزه حاجه امنه يا دكتور، وحاجه يعني الواحد ما يبقاش خايف منها، ما يعني ما بتلعبش على المخ، وحاجه مضمونه انا هلاقيها في الصيدليه وقت ما هطلبها. مظبوط. هو الالياف هي طبيعيه 100%، ما فيهاش اي امبيورتيز، ما فيهاش اي اضافات كيميائيه ان هي ممكن تغير في ميكانيزم الجسم او تلعب على المؤشرات في المخ. كل الحاجات دي لا، هي حاجه طبيعيه خالص. كويس. الياف هتمتص الميه، فهتنفش كاني اكل واكل يعني ايه وجبه كده محترمه، فلو انا اكل وجبه محترمه هاجي بعديها اكل تاني، هلاقي نفسي ان انا مش جعان، مش صحيح. يعني شبعان، معدتي مليانه. كويس. في نفس الوقت انا طبعا مش بدخل كالوريز كتير لمعدتي، فده طبعا بيساعدني بعدها ان انا الدهون المتخزنه دي. بالظبط. طيب يا دكتور، طبعا اتفقنا ان احنا في علبتين، علبه فيها 30 كيس على مدار الشهر، وعلبه تانية فيها 15 كيس على حسب الاحتياج يعني. بالظبط. طيب معنى كده ان احنا ناكل اي حاجه؟ لا بقى، ما احنا احنا لسه قايلين هو يعني ناكل مثلا حاجات اللي احنا حابينها، اقصد بس هتبقى بكميات قليله بقى. هو احنا بنتكلم ان احنا الاكل، ان احنا ناكل الاكل اللي احنا بنحبه وبنعمله في البيت. كويس. بس ننظم الكميه، يعني انا برضو لازم ابقى ذكي في اكلي. لو انا قدامي طبق سلطه كبير مليان وحطيت مثلا عليه بروتين وحطيت عليه توبينج انا بحبه، وقدامي طبق فيه حته حلويات صغننه، الاثنين هما الاثنين نفس الكالوريز او نفس عدد السعرات الحراريه، فانا طبعا محتاج حاجه تشبعني فتره طويله وفي نفس الوقت يعني اكون مبسوطه وانا باكلها. فعشان كده لازم اكون ذكي في اكلي، يعني ما احرمش نفسي بس اكون ايه يعني مظبط اكلي. يعني نعيد تاني فكره الثقافه في التغذيه، صح كده؟ ان احنا نبقى مدخلين لنفسنا ازاي ناكل صح والحاجات المفيده او المهمه بالنسبه لنا. طيب بالظبط. هسالك بقى سؤال مهم جدا. الاناسيليوم ينفع للاعمار، من اي عمر ممكن نستخدمه؟ هل محدد باعمار معينه ولا لا ممكن في اطفال تستخدمه؟ الميزه في الاناسيليوم حقيقي ان هو كل مكوناته طبيعيه 100%. فحتى يعني الاطفال من عمر 4 سنين يقدروا ياخدوه. ما شاء الله. لو حد عنده اي مشاكل صحيه زي مثلا مرضى الديابيتك، مرضى السكر، لو حد هايبرتنشن عنده ارتفاع في ضغط الدم، لو هو اصلا بيعاني من مشاكل في الغده او مشاكل في القلب، حتى في الحرق يا دكتور في مشاكل الغده بيساعد. بالظبط، بيساعد، لان انا برضو في مشاكل الغده انا برضو بتحكم في يعني الاكل بيبقى نسبة يعني بنسبه كبيره يعني عامل مساعد في الغده، فبرضه ينفع يعني هو امن تماما لكل الراي الوايد رينج ده من البيشنت. حتى كمان لو سيده لسه بعد فتره الحمل وبترضع طبيعي برضه ينفع معاها. كويس جدا، ما ياثرش على الجنين ولا حاجه ولا البيبي انه مثلا يقلل اكله او اي حاجه من الحاجات دي. مش هياثر على الرضاعه الطبيعيه. مش هياثر على البيبي، مش هينزل في اللبن زي يعني ادويه كتير في السوق. لا، هو طبيعي جدا جدا، ما فيهوش اي مشاكل خالص. للناس كتير ممكن تستخدمه، حتى لو كبار في السن، حتى لو يعني مرحله الشباب، اطفال، كل دول ينفع معاهم. فدي بصراحه ميزه يعني حلوه جدا في الاناسيليا، من ان احنا
يعني اي حد عنده مشكله احنا بنقدر نساعده ونوصله للجسم اللي هو محتاجه، حتى لو هو عنده مشاكل تانية، حتى لو هو بيحب الاكل، حتى لو انا عندي مشاكل في الحرق، كل ده حقيقي الاناسيليوم بيساعدهم جدا. طب ادينا بقى كده يعني ايه انطباع عن الفتره بقى اللي ممكن الواحد والرينج تقريبا يعني المتوسط بتاع الوزن ممكن يحس هو بالتحسن او يحس انه ايه ده بدا يبقى فيه، يعني بنحسها من امتى نستشعر، خصوصا ان الرجال مختلفين عن السيدات اكيد. هو احنا الالياف الاناسيليوم عباره عن مكملات غذائيه، فانا بالنسبه لي اساسي جدا ان انا انظم اكلي وانظم السعرات الحراريه اللي باخدها في اليوم، وبقى مع مساعده الاناسيليوم هو عامل مساعد، ده بيخليني يعني بعد فتره، في ناس كتير جدا بتعاني ان انا بعمل دايت وبحرم نفسي ومش باكل، بس مش بخس بالشكل اللي انا مستنيه، مش بنزل في المقاسات، مش بنزل في الوزن، يعني مش حاسس يعني مش حاسس باللي انا كان نفسي فيه. اوكي، فالاناسيليوم ده عامل مساعد هيساعدني ان انا اسرع النتائج اللي انا يعني مستنيها. يعني انا مثلا ممكن ننزل مثلا يعني فرينج من 8 مثلا لحد 12 كيلو في الشهر كمساعده، بس طبعا ابقى ماشي بقى بالنظام اللي حضرتك بتقول، يعني احنا ماشيين بالنظام الغذائي بالظبط اللي هو المقنن بالظبط، لان في ناس مجتهده بجد وبتنزل الوزن ده حقيقي، في ناس كتير جدا وفي ناس بتفرق معاها بتقل عن الوزن ده لما بتكون هي ممكن تلخبط شويه في الاكل، صح؟ او هي اللخبطه يعني ممكن تحصل، احنا برضو في يعني في النظام الغذائي ما بنكونش طف قوي ومش بنحرم نفسنا قوي، لان برضو الجسم محتاج عناصر غذائيه، محتاج بروتين، محتاج دهون، محتاج كربوهيدرات عشان دي زي البنزين اللي احنا باخده للجسم، تدينا طاقه طبعا بالظبط. فانا يعني مش هحرم نفسي قوي، بس انا هظبط يعني هظبط اكلي، هظبط نفسي، هظبط انا باكل قد ايه في وقت قد ايه، ان في عوامل مساعده كتير جدا ممكن استخدمها فتساعدني، بالاضافه طبعا لالياف الاناسيليوم. طب قولي لنا زي ايه يا دكتور؟ يعني رياضة مثلا؟ زي ان انا يعني انا مثلا في الاكل انا محتاج من وجبتين لثلاث وجبات في اليوم، محتاج ان انا انام كويس لان النوم من 6 ل 8 ساعات مفيد جدا للجسم، محتاج طبعا ان انا يكون ستايل لايف حياتي صحي، ابعد عن التوتر، ابعد عن القلق، ابعد عن الضغط النفسي، لان كل دوت في الجسم بيأثر عليه فبيفرز هرمونات زي مثلا هرمون الكورتيزول، فده بيخليني ان انا عايز اكل حتى لو انا مش جعان، يعني صحيح. انا باكل عشان انا متضايق، انا مكتئب فانا هاكل. فهماكي. طب ناخد معانا تليفون، معانا مين؟ معانا راندا، ناخد تليفون راندا ونستكمل مع الدكتور سالي. اتفضلي يا راندا، اهلا وسهلا. عظيمه، اهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. تمام، انا بحبك جدا على فكره. يا روح قلبي تسلمي لي يا روح قلبي تسلمي لي يا راندا، اتفضلي لو ليكي اي سؤال مع دكتور سالي. انا كنت عايزه اشكرها طبعا مع الكورس الصحفه ده اللي انا باخده. انت بتاخديه بالفعل؟ حلو قوي. انا باخده، كنت 84. ايوه. مع الكورس وكده بقيت الحمد لله 67. ما شاء الله، ده فتره قد ايه سالي يا راندا؟ شهر وممكن اسبوع بالظبط، يعني مش اكتر من كده. والله ما شاء الله. والله بس انا بصراحه قولي لنا تجربتك بقى، اول ما بداتي تاخديه كانت مشكلتك في ايه اصلا قبل ما تاخديه؟ مشكلتي ان انا يعني بحب الاكل وان انا جسمي قابل بسرعه. اوكي. بس انا شفت برضو دكتور سالي وكده، برضو طالعه على التي في وكده، فبصراحه يعني مش عارفه، فقلت خلاص هطلب الكورس. انا والله ما كنت اعرف، قلت انا هطلب، وكنت اول مره اجرب بصراحه حاجه، ما كنتش بخاف من الادويه وكده، بس جربت وكده، قلت اجرب حظي، بس والله العظيم كنت منتظمه، ويعني كنت بحس فعلا بفرق كل اسبوع، وبصراحه المتابعه مستمره. كان في حد بيتابع معاكي؟ طبعا انا متابعه مع دكتور انزي. ايوه، بصراحه هي جميله جدا وبتتابع معايا على طول، وكل اسبوع لازم تبعت لي خسيتي قد ايه، كام، منتظمه يعني بصراحه، تبعت لي نظام الاسبوع اللي بعده. كويس. بصراحه في متابعه كويسه جدا، يعني مش اللي هو ادوني الكورس وخلاص قالوا لي لا يعني مش معاكي وكده، لا كل اسبوع. الحمد لله حاليا مكمله، خلصت تاني عشان اكمل باقي، ان انا ان شاء الله عايزه اوصل لمثالي، وبعد كده ان شاء الله هشدك معاهم. تمام حبيبتي، انا بشكرك يا راندا بجد على مداخلتك جدا، واتمنى لك توصلي الوزن اللي انت بتتمنيه طبعا. وانا هسال بقى دكتور سالي دلوقتي، هي بتقول هبدا اوصل للوزن اللي انا عايزاه وهثبت، المفروض بقى ان هي بتثبت وتفضل مستمره على اناسيليوم؟ في ناس بتاخد الياف الاناسيليوم برضو علشان بعد فتره الدايت، بعد ما انا خلاص وصلت مثلا للوزن اللي انا عايزاه. أيوة. هاكل بقى، هاكل براحتي، هفتح في الاكل،
فممكن ارجع ازيد وزن اكتر من الاول، وبعد كده الموضوع بيكون اصعب بقى ان انا يا لهوي ده انا لسه هرجع تاني من الاول اعمل دايت تاني واخس تاني. طب ونتلاشى بقى الجزئية دي ازاي يا دكتور؟ احنا بنلعب على السعرات الحراريه اللي داخله الجسم او الكالوريز. انا مثلا في اليوم محتاج مثلا عدد سعرات حراريه معينه، فانا كنت بنزل عند عدد السعرات الحراريه ديت علشان اخس. انا خلاص وصلت الوزن المثالي او الوزن اللي انا عايزه او شايف ان هو مناسب لجسمي، فانا عايز بقى يعني افضل على الوزن ده، فانا هاخد السعرات الحراريه اللي انا جسمي محتاجها في اليوم، العدد بقى اللي انا كنت محتاجه في اليوم مش هقل عنه ومش هزيد. ففي ناس برضو علشان يعني تظبط اكلها يعني نظامها في الاكل شويه كانت برضو بتاخد الياف الاناسيليوم مثلا مره في اليوم قبل مثلا وجبه الغداء او كويس، يعني هي كده بتحافظ، بدات تحافظ على فتره ليه بعد انها وصلت الوزن المثالي. احنا يعني هدفنا ان احنا نغير اللايف ستايل بتاع حياتنا، احنا مش عايزين نخس لفتره معينه وخلاص انا خسيت ال 15 20 كيلو اللي كانوا وكانه يعني تارجت في حياتنا بنحققه وبعد كده مش مهم اي حاجه، خلاص بقى انا وصلت يعني خسيت ال 15 او ال 20 كيلو اللي كانوا مضايقني فانا هرجع بقى تاني. لا، احنا عايزين يكون دوت نظام حياتي، ده ستايل حياتي، انا خلاص انا حد يعني هفضل دايما اكل اكل صحي، اكل مفيد لجسمي، لان كمان الاكل الصحي بيفرق بعد كده في مجهودي الذهني، مجهودي الحركي، بيفرق في شعري، بيفرق في بشرتي، كل الحاجات دي الاكل الصحي طبعا بيأثر عليها. فانا احنا بعد فتره مثلا احنا اوكي يعني ممكن نمشي على نظام معين فتره خلاص خسينا وخلاص وصلنا للجسم اللي احنا محتاجينه، او ممكن ناس تحب تكمل على الاناسيليوم علشان تثبت نفسها فتره، وممكن بعد خلاص انا يعني اتعودت على النظام ده. على فكره كنت لسه اقول لحضرتك بقى، انا دخلت على الصفحه قلت اشوف الكومنتس بتاعت الناس، اصل ده بيفرق معايا جدا. ايوه حقيقي، لانه انا يعني عارفه ايه، لما انت بتبني ثقه، جسر ثقه بينك وبين الناس، فبتبقى صعب جدا اي حاجه تهدها. فانا دخلت شفت الكومنتس، لقيت في كومنت حد بيقول ايه، بيقول انا بدات احس، يعني هو ما كانش ده اللايف ستايل بتاعه، هو بدا يمشي بمنظومه الاكل دي فيما بعد ما وقف وبطل، بس هو كان مستمر عليه، بيقول انا كنت باخد باكت واحد في اليوم، في اليوم بالظبط، لما احس ان انا رايح عزومه او عايز اكل براحتي. لكن قال انا بقيت اكل النظام اللي كنت ماشي عليه وانا باخده بانتظام مع الرياضه. صح، في ناس خلاص، في ناس بدات تبقى دي حقيقي معدتها، يبدو انها اخذت الشيب ده او الشكل صغرت، فبدا هو ماشي بالسيستم ده، فدي حاجه حلوه على فكره. طبعا حاجه حلوه، يعني ان انا اخس ويكون جسمي صحي واكون ده فرق معايا. صح يا دكتور، عشان وعشان كمان هي يعني بتحمي من امراض كتير جدا على المدى، هي بوابه البعيد. فعلا الامراض حقيقي بالظبط. فانا لما خلاص ابتدي احس ان انا جسمي صحي، بتحرك وانا نشيط، بتحرك يعني بعمل مجهود كتير عن اليوم، انا خلاص اتعودت على اكل. حتى ناس تقول انا حاسس ان معدتي صغرت، انا حاسس ان انا حتى لو اتحط قدامي وجبه كبيره انا مش قادره اكلها، انا خلاص اتعودت على مثلا عدد السعرات الحراريه او الوجبات مثلا اللي انا كنت باخدها وانا بعمل دايت. فدي برضو حاجه بتبقى كويسه، ان خلاص انا يعني غيرت الفكر، غيرت اللايف ستايل بتاع حياتي، ان انا يكون اللايف ستايل ده صحي، انا هفضل بقى ماشي عليه بقيه حياتي وانا مش حاسس ان انا بعمل مجهود، ومش حاسس ان انا يعني متاثر بقى ان انا مش باكل كل الاكل اللي انا عايزه. لا خلاص انا متعود ومبسوط ان انا خلاص وصلت او بالظبط، وخلاص ده ستايل حياتي. طب قول لنا بقى يا دكتور، نحصل على الاناسيليوم ازاي علشان نبقى كل اصدقائنا عارفين يوصلوا له ازاي؟ هو طبعا متوفر في الصيدليات، وكمان ممكن يقدروا يتواصلوا معانا شخصيا في الشركة من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. بالظبط، من خلال الارقام موجوده على الشاشه، وكمان احنا موجودين على اكتر بلاتفورم الناس قاعده عليه 24 ساعه في اليوم، الفيسبوك والفيسبوك والانستجرام. والانستجرام يعني أوكي. على الفيسبوك على صفحه اون تارجت فارما، اوكي اهي معانا بالظبط، وصفحه دكتوره نهال حافظ. أيوة. على الفيسبوك. ايوه، وبرده على الانستجرام صفحه اون تارجت على الانستجرام. هايل جدا، انتوا بتخاطبوا كل الفئات العمريه الحمد لله، احنا الناس الكبار بتوع الفيسبوك بقى، وهم الشباب الصغيرين بيدخلوا في الانستا على طول، علشان يبقى برضو على فكره الشباب دلوقتي بقت ثقافتهم. انا بقيت ببقى سعيد الواحد يدخل في مكان حتى لو بيجي فاست فود فيقول لك ايه،
الاقيه بيختار حاجه بعيش صحي بالشوفان. بداوا دلوقتي الكونسبت اختلف والفكر اختلف، وبدا هو عايز يحافظ على جسمه وبدا يروح الجيم وبدا، فاحنا مبسوطين ان اولادنا كمان احنا في قناه الاهلي، فلازم يعني ندعم الرياضه وندعم بجد ان الرياضه دي صحه بجد حقيقيه لحد يعني واحد حتى لو بيمشي بس نص ساعه كل يوم، انا اعتقد ان المشي ده رياضه لكل الجسم. الرياضه بتفرق، انها ثقافه اهالينا زمان كانوا بيعملوا كده، ما كانوا ينزلوا يتمشوا لازم نص ساعه ساعه، دي حاجه مفيده جدا جدا. يعني يا دكتور بجد انا يعني مبسوطه بالشركات اللي بتقدم منتجات امنه ومرخصه وتباع بالصيدليات، وان انا اقدر انزل اشتريها الاقي موجود في الصيدليه وانا مرتاحه. دي انا يعني بشكر طبعا عليها الشركه شكر خاص بجد من خلال مهارات عظيمه. بشكر حضرتك لانك منوراني النهارده بجد، ربنا يخليكي ده نورك. واسمحوا لي اشكر دكتور سالي فيكتور خبيره التغذيه العلاجيه لدى شركه اون تارجت فارم. بشكر فارما، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لتواجدك معايا النهارده، وان شاء الله يبقى في لنا لقاءات كتير يا دكتور. وهستسمحك بقى انه يبقى كل اسئله اصدقائنا اللي بتبعتني من خلال صفحتي الشخصيه ان حضرتك تجاوبين عليها فقراتك باذن الله. انا يعني تمام، ده شرف ليا حقيقي. حضرتك تسلمي. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور سالي فيكتور خبيره التغذيه العلاجيه لشركه اون تارجت فارما. شكرا جزيلا دكتور سالي لتواجد حضرتك معايا. شكرا جدا. يعني هستسمحك بقى ان شاء الله في الحلقات المقبله هنجاوب على اسئله اصدقائنا اللي بيبعتوا لي من خلال صفحتي الشخصيه، علشان يعني انا شايفه ان مضمون الكلام والاسئله خصوصا للاطفال. ده شرف ليا. الحلقات اللي جايه هنتكلم على الاطفال كمان باستفاضه باذن الله. بشكر طبعا حضراتكم لحسن المتابعه، شكرا جزيلا من خلال شاشه قناه الاهلي. اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.